ضيف هذه الحلقة البروفيسورة إلينا سيدارينكا. إلينا مرحبا بك. مرحبا. إذن النظام المالي القائم على الدولار، نظام الاحتياطي الفيدرالي، بدأ يفقد الثقة في العالم، صحيح؟ نعم، لأن النقود تفقد من قيمتها فعلا، وتتدنى قدرتها الشرائية لفك ارتباطها بالذهب، وبالتالي فالناس تزداد فقرا يوما بعد آخر، وعلى هذا النحو يفقد النظام المالي العالمي الثقة. طبعا أنا أقصد نظام إدارة المصارف المركزية بما في ذلك في مختلف البلدان المرتبطة بالنظام الفيدرالي. وبما أنه ظهرت عند المواطنين البسطاء بوادر عدم الثقة بهذا النظام المالي العالمي، فينبغي بمنطق أصحاب النفوذ العالميين جر هؤلاء البسطاء إلى نظام جديد بغية المحافظة على مركزية صنع القرار مع كيل الوعود بمستقبل مشرق مع العملة الرقمية. في حقيقة الأمر بات المختصون يعرفون منذ الآن كيف ومتى سيكون بالإمكان زعزعة الثقة المالية في البيتكوين، فثمت الآن بضع مقدمات تشير إلى أن هذه العملة قد يحظر تداولها على الجميع غدا. المقدمة الأولى هي دراسة أعدها مختصون ألمان تثبت أن بالإمكان نشر مواد إباحية بواسطة بلوك تشين في نظام بيتكوين. هذا يعني أنه إذا صار ذلك معلوما للجميع ومادة للنقاش، فإن الأسرة الدولية ستبادر إلى حظر نظام بيتكوين لأنه ينشر مواد محرمة دوليا بموجب اتفاقيات بين العديد من البلدان. وهذه فرصة رائعة للقضاء على تاريخ حياة البيتكوين بين عشية وضحاها ودون جهود إضافية. والمقدمة الثانية هي أن بيتكوين صارت، وهذا لم يعد سرا، عملة رقمية ثقيلة فوق الحد، وسعر صرفها مقابل الدولار هو الأعلى في التاريخ. ولكن لابد من أن هناك مستفيد من هذا الصعود الهائل. نعم. والسؤال، من الذي جعل البيتكوين عملة عالمية كالدولار؟ أي من ضخم سعر صرفها حتى صارت عمليا النقود الافتراضية الوحيدة المعروفة للجميع؟ هذا ما حدث بالضبط. إذن يمكن رصد تشابه تام بين نظام البيتكوين والدولار التابع لنظام الاحتياطي الفيدرالي. نعم صحيح، هذا ما يحدث، وقصة البيتكوين هذه برهان على سهولة التحكم به، حتى أصبح البيتكوين ثقيلاً للاستخراج أو المبادلة. حدث ذلك بالاعتماد على الترويج الإعلامي المكثف، فإلقاء بضع دفعات من المواد السلبية من طرف جهات مالية معروفة ووازنة في إصدارات الإنترنت تكفي لتدمير البيتكوين. وفي نهاية المطاف هناك الحجة الأخيرة التي ربما تكون في محلها أيضاً، أي أن مجموعة العمل المالي الخاصة بإعداد التدابير لمكافحة غسل الأموال فاتف لم تقدم بعد تقييمها بشأن المنشأ الإجرامي للمداخيل في نظام بيتكوين المالي، ولكن تقارير فاتف بحسب معلومات أولية تتضمن معلومات تفيد أن البيتكوين تحديداً هي العملة الأكثر تورطاً في الجريمة، وأنها بالذات الأكثر استخداماً لشراء المخدرات الخفيفة ولشراء فرص نشر المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال. ما زالت البيتكوين غير ملحوظة في تمويل الإرهاب، ولكنها هنا أيضاً تشق طريقها نحو اكتساب الشعبية كما في مجال غسل الأموال. إذا كان الأمر كذلك فإننا سرعان ما سنكون شهود عيان على حظر البيتكوين مستقبلاً في كثير من الدول. طبعاً إذا قررت أجهزة استخبارية طرح البيتكوين في سوق الدعم المالي لما يسمى الثورات الملونة أو البرتقالية وسواها بهدف إزاحة أنظمة غير ملائمة في بلدان غير ملائمة، فسيكون ذلك تهديدا للأمن القومي، وهذا ما يمكن القيام به. هذا أسوأ من المخدرات والمواد الإباحية، لأنه قد ينسف من الداخل الدول بأكملها. في الصين على سبيل المثال نجد أن هذه العملة محظورة رسميا، رغم أن العدد الأكبر من محطات الماينينج المستخرج للبيتكوين موجود في هذا البلد تحديدا، أي أن الصينيين يدركون أن البيتكوين تشكل تهديدا لأمنهم القومي. لذا تم إغلاق كل شيء. تبين في الصين أن 90% من منصات ICO في الإنترنت التي تميل المستثمرين إلى نظام العملة الرقمية هي منصات احتيال، وثمة جانب هام آخر هو نزوح أموال حقيقية من الاقتصاد الصيني. ثالثا والأهم، عندما أدركوا ذلك كله شيدوا على الفور سورا صينيا جديدا هو سور الأمن الإعلامي، فحتى ذاك الحين كان محظورا في الصين الفيسبوك والإنستغرام وغيرهما من الشبكات الاجتماعية، أي أن الصينيين حصنوا أنفسهم من تأثير الإنترنت، وهذا يعني أن العملة الرقمية صارت بيئة كان من شأنها أن تتيح زعزعة نظام الحماية من الداخل. وطالما لا توجد في العالم معايير دولية للمواجهة كتلك الموجودة الآن لحماية النقود الفعلية، فإن عالم العملة الرقمية يبقى عالما متقلقلا. إذن لابد من وجود جهاز تنظيمي دولي طبعا، ومعه رقابة كإنتربول رقمي دولي من نوع ما، وهو موجود فعلا من شأنه رصد ما يجري داخل نظام العملة الرقمية. لدينا
اختبارات مالية، وهناك فاتف، وهذا ما تحدثنا عنه، ولكن ليس في عالم العملة الرقمية. تماما بالضبط. فالإبقاء على الفوضى في عالم العملة الرقمية يبدو مقصودا. هذه مصيبة عامة بالفعل. في حينه وضعت مجموعة مكافحة غسل الأموال فاتف قواعد موحدة لجميع الحوالات النقدية في جميع بلدان العالم باستثناء كوريا الشمالية، وجميع البلدان تلتزم بذلك. فعلى سبيل المثال، إذا حولت لك إلى حساب روسي أموال من كوريا الشمالية، فسيشار إلى هذه الحوالة باللون الأحمر في كل السلسلة المالية، وحتى لو كانت الحوالة إليك من كوريا الشمالية لا تتجاوز 10 دولارات، فستخضع للتفتيش من جميع الجوانب لاستيضاح سبب ورود هذه النقود إليك من هذا البلد، وذلك لا لأنه بلد سيء، بل لأنه الوحيد الذي لم يقبل قواعد فاتف. وإذا ما تم إعداد قواعد فاتف لمكافحة غسل الأموال بحيث تشمل أيضاً العملة الرقمية، فعندئذ سيبدأ صراع جدي على مركز الصدارة. ولذلك فإن كل ما يجري الآن في ميدان العملات الرقمية يشبه لعب الأطفال. يمكن الآن إعداد قواعد لضبط السوق الرقمي، ولكن أي رجل قانون طبيعي سيخاطب زملائه هنا قائلا: أيها الزملاء، طبعا كل شيء عندكم على ما يرام، ولكنكم لن تستطيعوا أبدا سحب أموالكم من باحة الأطفال هذه. خارج إطارها تنتظركم مصارف كلاسيكية، بورصات مالية كلاسيكية، استخبارات مالية كلاسيكية، وكل ذلك يعمل وفق قواعد فاتف حصرا. ولذلك بوسعكم استخراج نقودكم البيتكوين، وبوسعكم الشعور بأنكم الآن من أصحاب الملايين. ولكن ما أن ترغبوا بإعادة تحويل العملة الرقمية إلى نقود حقيقية حتى تصطدموا بمشاكل. هذا يذكرني حتى بنيويا بنظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لأن هذا النظام أسسته بضعة مصارف اتحدت ضمن كارتيل، وبكل بساطة سترت نشاطها بغطاء كلمة فيدرالي. وبنفس الطريقة تماما تقوم الآن 5 أو 6 شركات من تلك التي تستخرج البيتكوين بالاستحواذ على 60% أو أكثر من مجمل استخراج البيتكوين في العالم، وبذلك تحديدا قامت نظيرا للنظام الاحتياطي الفيدرالي. نعود ثانية إلى نفس النقطة. صحيح، ولا جديد في العالم. نعم بالضبط، وهذا بعد 100 عام. نلاحظ أن الاحتياطي الفيدرالي ظهر إلى الوجود في عام 13 من القرن الماضي، وبعد 100 سنة تقريبا خلال الأزمة العالمية الدورية بدأ الحديث عن أن هذا النظام بدأ ينهار ويتقهقر، وأخذ كثيرون يتحدثون عن ضرورة إنشاء نظام بديل للنظام المالي العالمي الحالي، وفجأة ظهر إلى الوجود ساتوشي ناكاموتو ونظام البيتكوين والبلوكتشين. صحيح بالمطلق، خرج كالجن من القمقم ليلبي طلبات المستائين من النظام الحالي. يقال إذا كنت تريد معرفة المستقبل عليك معرفة الماضي. هذا يعني أن المؤرخ يعرف ما سيكون عليه المستقبل خيرا من أي شخص آخر، يجب مجرد إتقان التحليل. لنأخذ منصات الإنترنت الحديثة للاستثمارات ICO. إننا نلاحظ ما كان قائما قبل 150 أو 160 سنة. آنذاك كانت تؤسس الجمعيات المساهمة فتجذب الأموال ومن ثم تكف عن الوجود. نتيجة ذلك أقدم مساهمون مفلسون على الانتحار، وشهد المجتمع العديد من الاضطرابات. الإفلاس والخراب عمّا العالم، وهذا ما يسمى الآن بهايب، أي الدعاية الصارخة المخادعة. الآن صار يجري الشيء نفسه، غير أنه مضاعف لتطور الوسائل الإعلامية. طيب، ألا يبدو لك أنه حتى بعد أن تبدأ السيطرة على سوق العملات الرقمية ولو نسبياً لن يكون في موقع الصدارة سوى بلد واحد أو طرف واحد، ربما قوة واحدة على الأغلب؟ نعم، أو احتكارية، تكتل من المعنيين بالربح، وهذا بات واضحاً اليوم. فعلى العموم عالم العملات الرقمية جاء تحت راية السرية، أي انغلاق المساهمين في مجموعة وإمكانية تحديد سياستهم الخاصة والسير قدما في هذا الاتجاه. وإذا كان نظام العملات الرقمية المالي يطوق إلى النظام الأوليغارشي، فإن الأوليغارشيين سينخرطون في هذا النظام حتما. وليسامحني أنصار استقلالية العملة الرقمية في العالم الذين ما زالوا يعتقدون أن العملة الرقمية ونظام اللامركزية التكنولوجية سيؤديان إلى اللامركزية المالية والحرية التامة. هذا لن يحدث أبداً. ونرى أنه لم يمر سوى بضع سنوات والعملة الرقمية صارت مركزية بالمطلق. مركزية بالمطلق، ولذلك أوافقك الرأي تماماً. طالما نعيش في العالم ونتحرك وفق مبدأ التضاد نحن هم، وطالما بقي على قيد الوجود مثل هذا التمايز أو الفصل، فستجري على الدوام عملية تحديد الهوية، أي فصل الذات عن الآخرين. تحديد الهوية على هذا النحو يؤكد أن أي نظام من الأنظمة سيوجد فيه دائما المسيرون والمسيرون، وهذا سينطبق على الاقتصاد الرقمي حتما. أي ستظهر من جديد دائرة صغيرة من الميسورين كناد مالي من نوع ما يشبه ذاك الذي أسس
منذ سنين عديدة نظام المصارف المركزية تماماً. وناد كهذا يمكنه تماماً أن يحتل مركز الصدارة في عالم العملة الرقمية تماماً. ونحن الآن عندما نتحدث عن ما جرى في الماضي يجب أن نعترف بأن التاريخ يكرر نفسه في عالم المال أيضاً. ولكن لا يمكن التصدي لذلك بشكل من الأشكال؟ أما أن محاولات المقاومة ليست إلا أوتوبيا وطريق مسدود. أنا من مؤيدي موقف الفيلسوف الروماني سينيكا الذي كان يدرك أن العالم إذا كان يدور من حولك بفعل قوانينه فإن مهمة الإنسان الأساسية أن يفهم هذه القوانين ويتكيف معها. ولكن كيف يمكن التكيف مع هذا العالم الجائر؟ لدينا في العالم الآن 1000 شخص يملكون نصف ثروات الكرة الأرضية، وفي أيدي هؤلاء تريليونات الدولارات. بشأن البيتكوين يتكرر عندنا الوضع نفسه، أي عند 1000 شخص 40% من مجمل عملة البيتكوين في العالم. إضافة إلى ذلك الأطراف التي تتستر تحت اسم ساتوشي ناكاموتو لديها 7% من عملة البيتكوين العالمية، ولا يطرحونها في التداول ولا يستعملونها في السوق. وإذا أراد هؤلاء الذين يستثيرون تحت اسم ساتوشي ناكاموتو أن يفجروا السوق، فيكفيهم أن يطرحوا هذه 7% في التداول وسينهار. نعم سينهار، وهذا قد يجري مع منصة العملة الرقمية البنكية لعمليات تبادل العملات ريبل. موجود في التداول في هذه المنصة 40% فقط من العملة الرقمية ريبل، أما 60% فلا يطرحها أحد في السوق. فماذا لو طرحت هذه 60% في السوق دفعة واحدة؟ ماذا سيحصل للعملة الرقمية وخاصة بيتكوين؟ أي نرى أن اللاعبين الكبار سيبتلعون الصغار عاجلا أم آجلا. اللاعبون الصغار هؤلاء بدأوا يصحون بالتدريج، خاصة بعد ديسمبر عام 2017 عندما راحت البيتكوين تتهاوى، وعندما أخذ يتلاشى شيئا فشيئا الأمل بأن تحقق قفزة سريعة وتؤدي إلى كسب بلمح البصر. بسطاء الناس في مجال استخراج البيتكوين انقسموا إلى كتلتين، كتلة ذوي التفكير السليم وكتلة التفكير الحدسي. نلاحظ اليوم أن ذوي التفكير السليم انسحبوا من هذا القطاع. تقصدين أنهم ثبتوا الأرباح وانسحبوا من السوق؟ نعم، ثبتوا ربحهم وانسحبوا من هذا القطاع، لأن ما يجري في واقع الأمر هو كما يبدو لي على النحو التالي. اللاعبون الكبار ينظرون إلى جميع هؤلاء المشاركين الصغار في سوق العملة الرقمية على إنهم فئران مخبرية تحت التجارب. هذه رؤيتي للوضع من الداخل. ها هم اللاعبون الكبار يدرسون هذه السوق الجديدة كما كان يفعل سابقا كبار رجال المال عند تأسيسهم المصارف المركزية. العملة الرقمية فيها كثير من المقامرة، روح مقامرة مجنونة. نعم، واللاعبون الصغار يبدأون بالمقامرة لزيادة الغنيمة من البيتكوين دون فهم ما يمكن أن يحدث له. إن هذه اللهفة الهائلة التي تغلي الآن في هذا الوسط مهلكة جدا، لأن الوضع يتغير بسرعة. لكن هذا يعني عمليا أننا في مواجهة حالة جنونية. فمن ناحية نقول للناس إن من الأفضل ألا ينخرطوا في هذا المجال المتعلق بالحصول على العملة الرقمية، ومن ناحية أخرى لا نرسي قاعدة تشريعية لهذا النظام، ما يعني أننا عاجزون عن حماية من سبق أن تعرضوا للأذى. ولكن ألا يبدو لك أن إدخال التشريع ليس من صالح من يختبئ وراء هذا النظام الجديد؟ فبالنسبة لهم من الأفضل إبقاء عالم العملات الرقمية في حيز من الفوضى والتأرجح. يعني مثلا انهارت ب$100 مليار رسملة البيتكوين لمجرد أن برنارد تشيز مؤسس موقع أخبار سعر البيتكوين كوين ماركت كاب قرر فجأة حذف المعلومات المتعلقة ببورصات كوريا الجنوبية من قواعد عمل الموقع. فقدت البيتكوين جراء ذلك $100 مليار من الرسملة، والسؤال لماذا فعل ذلك؟ بالتالي ثمة أطراف بإمكانها من خلال إشاعة خبر ما أو ما شابه خفض أرصدة البيتكوين ب$100 مليار تارة وتارة أخرى رفعها ب$100 مليار. فمن البداية لو أراد أحد ما تنظيم كل هذا السوق لكانت قد حلت منذ زمن بعيد هذه المسألة على مستوى التشريع الدولي من قبل كل المجتمع المتحضر دون ما إصرار ولا ألغاز. ولكن قد لا يكون ذلك مفيدا لطرف ما في هذا التوقيت. سأعبر عن ذلك على نحو مختلف. عندما نتحدث عن من هو المستفيد ومن هو غير المستفيد يجب أن نحدد بدقة الذين نقصدهم. أنا أقصد تحديدا من وراء هذه العملية، وخاصة من يستتر تحت اسم ساتوشي ناكاموتو المستعار. أنت شخصيا ذكرت لي قصة المليونير جون مورغان الذي توعد بإقالة موظفيه ممن سيتعامل مع العملة الرقمية، وقد تسبب هذا التصريح بنزول قيمة البيتكوين، وعندها قام مورغان نفسه بشراء كمية كبيرة من البيتكوين. وعندما سألوه لماذا فعل ذلك قال إنه مجرد بزنس. نعم، وهكذا إذا كان الأثرياء أنفسهم من أمثال مورغان يستخدمون التصريحات لكسب الأرباح من وراء العملة الرقمية، فهم ليس
ليسوا بحاجة بطبيعة الحال لضبط هذا السوق قانونياً. ليسوا بحاجة لضبط السوق، وليس بوسع أحد أن يمنعهم من التلاعب في هذا السوق. تماماً، بتنا في زمن مختلف بعض الشيء. النظام المالي الافتراضي هو وليد مجتمعنا الإعلامي، إنه شريحة جديدة من الناس، جيل جديد يحاول الاستيلاء على العالم. وفي هذه الظروف، إذا لم يكن اليوم فغداً، سيحدث إما اندماج ودي وإما حرب ضروس بين جيل رجال المال الجديد وأسماك القرش في عالم المال الواقعي، التي تكتفي حتى الآن بالترقب ومعاينة التقنيات الجديدة. ثم احتمالان إذن، فإما أن يحاول أساطين المال القدامى التأقلم مع العالم المشفر، أو ستحدث المواجهة. نحن نرى الآن تمركز أموال البيتكوين والبلوكتشين في أيدي مجموعة صغيرة من الأشخاص. من يمكن أن يمنعهم من احتكار هذا السوق برأيك؟ هذه مسألة أخرى. مثلا لم نعلم بوجود كارتلات النفط إلا بعد 50 أو 60 سنة، وربما اليوم اتحدت شركات استخراج البيتكوين في كارتلات ونحن لا نعلم ذلك. سنفهم ذلك، أتعرف كيف؟ بناء على أحد المؤشرات، بناء على النحو الذي سيكون عليه ضبط سوق العملات الرقمية، إذ حتى الآن لا تزال الهيمنة عندنا للاقتصاد التقليدي الكبير، وأولئك الذين يديرونه يرسمون سياسة المصارف المركزية وسياسة أسواق النفط. إذا كان مفيداً لهؤلاء سوق العملات الرقمية، فلن يعلنوا عن ذلك فوراً، بل سوف يقاربون هذا السوق بحذر كبير، وسوف ينتظرون لحين ظهور التشريعات الملائمة. أما إذا أرادوا إنهاء وجود كل ذلك الفضاء المالي الافتراضي، خوفاً من احتمال قيام تحالف بين الساسة الشباب والماليين الجدد، فسوف نشهد وإياك الوضع التالي. بجرة قلم على المستوى الدولي سوف تحدد المعايير الجديدة التي ستجعل العملة الرقمية شرعية، لكن غير مؤهلة للحياة مطلقا وغير ملائمة للأغلبية. وهذا سيعني فعليا اغتيال النظام الرقمي الجديد، اغتيال هادئ بلا ضجيج. وهنا قد يكون سيناريوهان لتطور الأحداث. الأول، إذا تم القضاء على العملة الرقمية فسوف نشهد مزاجا قلقا في المجتمع. هذا المزاج القلق سيصب في مجال السياسة لإيجاد حل جديد، وسيتم العثور على هذا الحل عند دورة جديدة من دورات تعزيز العملة التقليدية. والسيناريو الثاني هو ألا يقدم عالم العملة الرقمية وعالم العملة التقليدية على المواجهة بل على التعاون. عندئذ سيغدو الاقتصاد الافتراضي مستندا إلى مؤسسات الدولة، بينما سيبدأ الاقتصاد التقليدي باستخدام الابتكارات التكنولوجية الجديدة. عندئذ سيكون الضجيج السلبي حول العملات الرقمية أقل، وستكون أسعار هذه العملة في البورصة أكثر استقراراً، لأن سوق العملات الرقمية الآن متقلب للغاية. إذا ما أطلق أحد ما في عالم الاقتصاد التقليدي عبارة عامة ما أو توصيات بشأن الدورة التجارية أو الوضع المالي، فقد لا تتأثر البورصات بذلك. أما في عالم الاقتصاد المشفر، فإن الأخبار سوف تلتقط وتضاعف عشرات المرات وتنتشر في فضاء الإنترنت كالموجة، كخبر عاجل مثير، وهذا يشي بخطر الانفجار في الوسط الافتراضي. بالتالي فإن أصحاب رأس المال كأناس أذكياء جدا يدركون استحالة كسب المليارات في حال تم ضبط سوق العملة. بالفعل، لذا أقول لك بكل أمانة إنني لا أصدق أنه بالإمكان وضع قواعد دولية لضبط أسواق المال الافتراضية. فطالما كان من اليسير اكتناز مبالغ كبيرة في ميدان العملات الرقمية، وطالما كان الناس يستخرجون نقود البيتكوين بالترويج والهايب كما يسمى ولا يفكرون بالخطر، فسيبقون دائما عرضة للخداع والإفلاس. وفقط حين يصل عدد مستخرجي البيتكوين إلى الحد الأدنى، عندها فقط قد يقرر أصحاب هذه الفكرة بضبط السوق. ولكن من ناحية أخرى، لاحظ يا خالد، لو كنت مكانهم لتصرفت بهذا الشكل. لاحظ يا خالد، السوق الافتراضية على كل حال تبدأ بالسير في اتجاه الانتظام. السماسرة الذين يتفاعلون مع بورصات العملات الرقمية بدأوا الآن يدركون ضرورة وجود بعض الانضباط الواضح بهذا القدر أو ذاك. وعندئذ فإن تلك البورصات التي تريد الصمود في هذه السوق الجديدة مع غياب قواعد الضبط الدولية تأخذ بابتداع نماذجها لقوانين ما. لن أسمي الآن بعض البورصات الأكثر إثارة للاهتمام التي لا تنتمي إلى الخمس الأكبر، لكن ثمة بورصات أخذت تكتسب وتيرة العمل الضرورية وتقوم بذلك بفضل إقامة منظومة أمنية، وبذلك تجتذب نحوها الكثير من الناس باتباع قواعد نزيهة مثلا البورصات الافتراضية من هذا النوع تطبق نظامها الخاص في تحديد الهوية.
ثمة بورصة مثيرة جدا للاهتمام تطبق منذ الآن ما يسمى بنظام تحديد الهوية بالفيديو للمشاركين في المزادات، الأمر الذي لا يوجد حتى الآن في غيرها من بورصات العملات الرقمية. وأعتقد أن منصات المزادات والمناقصات عند هذه البورصة سوف تنمو لاحقا. ولكن ألا يبدو لك أن هذه المنصات يمكن أن يحدث لها الشيء نفسه الذي حدث لتلك المصارف التي لم تكن في عداد منظومة المصارف المركزية واقترحت قواعد عمل شفافة بالمطلق؟ تلك المصارف كانت تفلس دوريا كل 10 سنوات تقريبا، كانت تفلس تحديدا لأن المصارف الكبرى الكائنة في إطار اتفاق كارتيلي تآمري كانت بشكل دوري تقوم بجمع الحصاد كما يقال، أي أن الحيتان تأكل السمك الصغير. وهذا ما قد يحدث لأنظمة السداد الخاصة بالعملات الرقمية. فعلى سبيل المثال منصة سداد ريبل تحتفظ لنفسها بجزء كبير من أصولها، ما يعني أن ريبل إذا ما طرحت أصولها في السوق يمكنها بهذا الشكل أن تدمر أصحاب العملة الرقمية الذين يحاولون اللعب وفق قواعد نزيهة. ريبل في الحقيقة هي أشبه بحصان طروادة. هذا تماما ما سجلته في أوراقي. أنا أيضا سميت منصة العملة ريبل حصان طروادة داخل نظام العملة الرقمية، أي أن رؤيتنا متطابقة، لأن بعض مصارف العالم أدرجت منصة العملة الرقمية ريبل داخل أنظمتها، وعندما فعلت ذلك كانت تتصور أن هذه الخطوة استراتيجية طويلة الأمد، لكنها وضعت قنبلة موقوتة، وهذه حقيقة مثيرة للاهتمام. اليوم بعض مدمني العملة الرقمية يحاولون بالحدس الانخراط في نظام ريبل. مدمنو العملة الرقمية هؤلاء يدركون أن ريبل خلافاً لغيرها من أنظمة السداد الافتراضية تتمتع بموارد هائلة، ويكفي أن تعالج تلك الموارد بقدر جيد من الناحية التقنية حتى تحرف غداً مجرى مجمل صناعة العملة المشفرة في الاتجاه الذي تريد. وبتعزيزها التعاون مع المصارف وكونها فكرة المصارف أصلاً، فإن ريبل قادرة تماماً على تغيير عالم العملة بالكامل. فما الذي سيحصل عليه العالم عندئذ؟ سيحصل العالم مرة أخرى على نظام مصرفي تقليدي، لكنه نظام معدل ابتكاري ستكون له إيجابياته المرتبطة بالعملة الرقمية، ولكن في المقابل سنحصل على نفس نظام الرقابة والمركزية القائم حاليا في النظام المصرفي، خصوصا أن ريبل هي العملة الثانية من حيث الرسملة بعد البيتكوين. نعم، ولكن قليلون من يعرفون ذلك. وهذا يعني أن الإطاحة بسوق العملة الرقمية عملية سهلة جدا إن اقتضت الحاجة. لن يكلفهم شيئا، لذا يبدو لي أننا الآن في وقت مثير الاهتمام جدا، حيث لم يتحدد بعد من هو المفترس ومن هو الأليف في عالم العملة الرقمية. إنها لعبة، وكل واحد يجب أن يدرك أن عليه إتقان الانسحاب من هذه اللعبة في الوقت المناسب قبل أن يخسر كل شيء. لذا أنا واثقة بأنه حالما يدخل اقتصاد كبير عالم المالية الرقمية سنرى فورا مستوى عاليا في استحداث مؤسسة للرقابة، وفورا سنرى هبوطا حادا في قيمة العملات الرقمية، إذ أن سعر تكلفتها سيكون أكثر واقعية، وسنرى أن تقلباتها لن تكون على هذا القدر من إثارة المشاعر كما يجري الآن. ربما سنصل إلى نموذج جديد للعملة الرقمية، ولكن ينبغي التريث. إليك هذا المثال، إذا كنت تريد شفاء الإنسان من مرض ما فلا تحاول معالجته أثناء الحمى، لأن من الصعب في فترة الحمى أن نفهم ما الذي يعاني منه المريض على وجه التحديد. أولاً يجب استبعاد أعراض الحمى، ومن ثم تتضح الأعراض، وبعد ذلك يمكن معالجة المرض. الآن عالم المالية الرقمية أخذ يتجاوز أعراض الحمى، حتى أن هذه الحمى قد عولجت وتم الشفاء منها من ناحية الأعراض. لكن لكي نفهم كيف سيكون التطور لاحقاً، يجب أن نفهم ما هي أعراض تنظيم اللعبة في المنصات المالية الافتراضية. وهكذا بالإمكان إجراء مقارنات تاريخية صائبة بعد عامين تقريباً، عندما ينحسر كل ما هو مصنع ويتراجع العامل الدعائي بشأن العملة الجديدة، ويبقى الهيكل الأصلي جوهر تلك العملية التي نلاحظ الآن تجلياتها الخارجية. ويبدو لي أن صراع الجبابرة لا يزال طي المستقبل، أي حتى لو كان من يقف وراء كل هذا المشروع الخاص بخلق العملة الرقمية أناس لا يتصفون بنوايا حسنة، فحتما من يريد العمل في هذا الإطار وفق قواعد نزيهة سيستخلص من هذا المشروع إيجابيات معينة ويطبقها في مشروعه الخاص. صحيح تماما، ربما ليس في ذاك الحجم، ولكن من المؤكد أن هؤلاء الناس سوف تكون لديهم إمكانية لذلك. إلينا شكرا لك على هذا الحديث الممتع. شكرا لك. أشكرك على هذا اللقاء الرائع. شكرا.